علشان الحكاية كبيرة وفيها دوشة على موضوع طاقم تحكيم مباراة اليوم بين الزمالك والشباب السعودي في البطولة العربية. بالتالي هيبقى معانا بكل تأكيد في هذه اللحظة كابتننا الكبير كابتن جهاد جريشة الخبير التحكيمي علشان يحسم كل الأمور. يا كابتن جهاد منور الدنيا كالعادة. كريم مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك وانت دايما منور. يا رب يخليك يا كابتن جهاد. ايه رأيك النهاردة في طاقم تحكيم المباراة؟ ممكن اقول لك ملحوظة قبل ما تقول لي رأيك؟ اتفضل. انا وانا بتفرج على المباراة النهاردة قلت لو الكابتن جهاد قاعد بيتفرج معايا على المباراة كنت هتقول كفاية اخراج كروت. انا شفت الحكم النهارده بيطلع كروت كل 3 ثواني 12 او 16 كارت النهارده كتير، يعني ما فيش حكم يكونترول على المباراه بالكروت دي كلها. بس اتفضل بقى يا كابتن قول لي رايك. بص، هي دي النقطه السلبيه الاساسيه اللي بتكلم فيها النهارده في الماتش يا كريم. يعني هي حاجه ثانيه اللي بيتكلم على خبرات الحكم وازاي تقدر تدير الصراعات اللي ممكن تحصل بين اللعيبه. مش كل صراع بين اثنين لعيبه او بين مجموعه لعيبه يطلع بانذارات، وبالتالي وصل لعدد انذارات كتير، عمل استياء للي بيتفرج على المباراه. ده في لقطه كان بيلف الملعب، ماسك الكارت وعمال يلف في الملعب بيدور على خد يا احمد، خد يا حسين، خد يا محمود. دي الخبرات اللي مش موجوده عند الحكم اللي هداها هيثقل في خلال خبراته. لكن هكلمك على اللقطه الاهم يا كريم. اللقطه اللي هي ركله الجزاء. أيوة. اللي تم احتسابها في المباراه. ايوه طبعا في ناس كتير اتكلمت على اللقطه، وطبعا جمهور الزمالك زعلان من اللقطه، وانا بتكلم طبعا انت الواحد بيتكلم دايما بشفافيه وقانون واعتبارات ونص قانوني واعتبارات موجوده. تمام. الراجل الكوره جت من صدر اللعيب الشباب لايد لاعب نادي الزمالك اللي كان مد ظهره للعيب. الايد دي كانت مكبره الجسم، خارج الجسم، وجت من منافس مش من زميل. وبالتالي يعاقب عليها، في ريسك موجود وبيعاقب عليها بركله جزاء. الحاله الوحيده اللقطه دي اللي ما تحسبش ان يكون اللاعب الشاب ده هو زميله، زميل لاعب الزمالك، يعني زي لاعب الزمالك جت من الزمالك للاعب الزمالك بنفس الوضع ده ما تحسبش ركله جزاء. لكن باللقطه دي يا كريم هفكرك، لو انت كمهاجم موجود في منطقه الجزاء والكره عدت المدافع مش شايف الكوره، وانت براسك لعبت الكوره كمهاجم راحت لايد المدافع اللي ممتده خارج الجسم ومش شايف الكوره بس ايده موجوده، ونفس الحركه بتاعته بتاع ايده ان هو بيطلع جامبنج وعدت الكوره وايده اللي راحت من راس المهاجم لايد المدافع، ركله الجزاء. هو مش شايفها ومش متعمد يلمس الكوره بايده، لكن هو اللي عمل الريسك ان هو كبر جسمه بايده وبالتالي يعاقب عليها. طيب، وبنتكلم ان ركله الجزاء صحيحه تم احتسابها النهارده. حلو. عن طريق حكم الفار. حلو. وانا بتفرج على المباراه افتيت كده، انا ما بفهمش بس افتيت ان هي قانونا الحكم مش هيقدر يعمل حاجه. بس انا عايز امشي معاك في حاجه كان بعض الاصدقاء كنا بندردش فيها. اولا، لاعب الزمالك هو مدي وشه للاعب بتاع الشباب وبيلف بجسمه، يعني لو لفيت جسمي كده هحرك ايديا بدون ما اقصد، انا ما لفتش جسمي او فردت ايديا متعمدا او كبرت ايديا زي ما حضرتك بتقول عشان اخد الكوره، لا ده انا بلف جسمي وانا وشي ليه اصلا، يعني الوضع التشريحي ما يقولش ابدا لا فيها تعمد ولا فيها، ده في رايي يعني لو تسمح لي، ولا فيها اهمال ولا حتى هي هتصنع فرصه خطيره. يعني انا حسيت انه هل في حاجه في القانون ممكن تقول انه كل العناصر دي مش موجوده فخلاص ما نحسبهاش لمسه يد؟ هي لمسه يد واضحه ما فيش اثنين هيختلفوا عليها، والايد فعلا مكبره كل حاجه زي ما انت بتقول، ده القانون. بس في حاجات منطقيه، انا بلف جسمي. ايوه انا ماشي معاك، انا ماشي معاك. على فكره كلام جميل جدا عشان بس نوضح الصوره للناس. اتفضل يا كابتن. بص، هو القصه كلها موضوع الوضع التشريحي والمسافه والراجل ظهره للكوره مش شايف الكوره، الحاجات دي كلها ما عادش بالحسابات. انت دلوقتي الاتحاد الدولي لما حط اعتبارات لمسه اليد عايز يوحد القرار في اقصى الكره الارضيه لاقصى الكره الارضيه، القرار هيبقى واحد علشان ما يسيبش تعديلات. بالظبط. الموضوع ما عادش وجهات نظر. الموضوع بقى اعتبار 1 2 3 4 اللي حكم بيطبق في الملعب، وبالتالي ما فيش حد بيقول وجهه نظره. احنا بنتكلم على اعتبارات اتحطت بتدرس للحكام كعلم، والحكم بيطبق الاعتبار. الاعتبار اللي خده الفار النهارده ايه؟ ان الايد مكبره الجسم، الايد خارج الجسم، المسافه ما لهاش اي اعتبار، خلاص من المهاجم للمدافع، وبالتالي بنتكلم ان الايد ما اي حاجه ثانيه مش موجوده. يعني حلو. ان موضوع ان كابتن إن جهاد كابتن جهاد ده القانون، وانا خلاص احنا متفقين كلنا انه قانون واضح. انا بس بسالك انت بقى كحكم دولي كبير ومفروض بقى انت عايش اللحظات دي كل شويه، بغض النظر الاتحاد الدولي وحد هذا الامر، بس في حاجات هي خارج اطار الطبيعه. يعني هعمل ايه وانا بلف بجسمي كده؟ انا هعمل ايه؟ يعني انا لا اهملت ولا تعمدت ولا عملت حاجه، مجرد ده هتلمس، طب هشيل ايديا؟
هو الجمهور بيقول كده والمسؤولين بيقولوا كده واللعيبه بتقول كده. ماشي همشي معاك يا كريم في كده القصه دي. انا لاعب مدافع نفس المعيار اللي بتكلم فيه نفس عشان بس ايه نوضح الصوره للناس. يا ريت انا مدافع بطلع العب الكوره بهدي كوره بتعديني وانا بطلع ايدي الحركه الطبيعيه بتاع الايد اللي بتتكلم عليها الوضع التشريحي بتاع الجسم الحركه الطبيعيه بتاع الايد بتطلع جنب جسمي مكبره جسمي المهاجم اللي ورايا اللي الكوره عدت مني لاعب الكوره براسه راح جايه في ايدي اللي انا اولا مش شايف الكوره ثانيا حركه طبيعيه جدا ثالثا المهاجم لعب الكوره براسه لايده اللي انا مش شايفه وتحسب ركله جزاء مفيش فيها فصال وبالتالي ما نفكرش كتير في قصص وحكايات ونحور الصوره لغير الاعتبارات اللي هي موجوده، الاعتبارات اللي موجوده بتسهل الدنيا على الحكم وتسهل الدنيا على الحكم عشان كده الحكم لما راح للقطه ما فكرش كتير، لاحظ الحكم لما راح شاف واحد اثنين ثلاثه خلاص رجع والصوره على فكره الميزه كمان في البطوله اللي احنا بنتكلم عليها دي الصوره واضحه وصريحه ومفيش فيها تأويل والزوايا واضحه بالتالي انت بتروح الامور سهله على الحكم وعلى حكم الفار. انا زيك انا اصلا هو الحكم راجع قلت 100% يحسبها ضربه جزاء يعني انا بحاول ادور على حته في القانون تقول انه ينفع ما تتحسبش بس انت خلاص انت حضرتك وضحت كل الامور. هو الحاجات بقى تبص الحاجات دلوقتي بالنسبه للقانون والتحكيم بقى 1+1=2 ما عادش تاويل فالقصص بقت كلها واضحه ولما يجي في حاجه بتحصل في بطوله كبيره تعمل شويه تاويل او يعدلوا القانون عشان خاطرها عشان نقفل الباب طيب. الجدل في القصه دي. طيب انا معايا خبر يا كابتن جهاد كنت لسه هقوله بعد شويه بس فرصه وانت معايا تقول لي رايك فيه ايه. بريرا رئيس لجنه الحكام مصر على فكره انه الحكم اللي بيوصل لسن 45 يعتزل وما يحصلوش تمديد. انت مع ده ولا ضد ده؟ بص انا ما اعرفش ان بريرا قال كده ولا لا هو أولاً. هو معلوماتنا انه بريرا 45 سنه اللي بيوصل ل 45 سنه ما تمدش وندي فرصه لحكام اخرين شباب. والله اذا كان ده قرار داخلي ده هو حر فيه لكن الاتحاد الدولي ما فيش فيه كده، الاتحاد الدولي اذا كان عندك كفاءه وحكم يروح بطولات وكمل 45 سنه ويقدر يكمل وبدنيا وفنيا لائق ويكمل والسن مفتوح في الاتحاد الدولي، احنا كان عندنا حكم كاس العالم اللي فات من ايطاليا 47 سنه وبالتالي تتكلم على الخبرات او الحكام اللي تم بنائها على فتره كبيره وخدت خبرات كبيره لو عندك حاجه زي كده طبعا بيبقى مفيد للتحكيم المصري قبل ما هو مفيد لنفسه وبالتالي انت اللي ده موجود بس وانس المسؤول عن التحكيم خد القرار ده ونفذه يبقى هو بيعمل حاجه داخليه لكن هي مخالفه تماما للاتحاد الدولي واللي سمح به الاتحاد الدولي. مفهوم. كابتن كبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.